مشاهد مؤلمة جدا لأهالي الضحايا أو الغائبين، على أمل أن يعني كل أملهم في الحياة أن ياخدوا الجثمان ويدفنوه يريحوا. ألم ما بعده ألم، يعني مهما كنت لن تستطيع أن تتخيل حجم الألم لهؤلاء الأهالي، أهالينا اللي قاعدين بيستنوا جثمان ابنهم. طبعا فرق الإنقاذ النهري نزل في المية وغواصين وبيمسحوا المساحة كلها، طبعا مش المركب ده، يعني دي جهود أهلية، لكن الغواصين موجودين تحت المية على أمل ربنا يعينهم ويبرد قلوب أهاليهم. خلونا نروح لزميلنا العزيز الصحفي مصطفى سطوحي برزوم من موقع الحادث. اهلا وسهلا يا استاذ مصطفى. حقيقي استاذ خير، حيث انا الان متواجد داخل مدينه المنصوره التابعه لمحافظه الضفاليه بالقرب من الحادث الاليم الذي حدث بالامس. كنا مع الاستاذ خير بالامس نتحدث عن الحدث والضحايا، وقلنا انه يوجد 20 قتيل تم استخراجهم من المياه وتم دفنهم بالامس وعمل جنازات بالامس. اليوم ظهر 5 اسر يبحثون عن ابنائهم، فمن خلال ذلك عرف انه يوجد 5 مفقودين داخل المياه. على مدار الساعه استاذ خيري، قوات الدفاع المدني من الغواصين والانقاذ النهري والانقاذ البري يمشطون المياه ترعة المنصورية بحثا عن المفقودين، وأيضا الغواصين تحت المياه منذ الأمس ليلا ونهارا يبحثون عن المفقودين. كان رحلة الغوص اليوم أستاذ خيري تخطت 7 كيلومترات إلى الآن تحت المياه بحثا عن المفقودين من مكان الحادث انتقالا اتجاه المنصورة. على بعد 7 كيلومترات وصلوا الغواصين ولم يجدوا ولا مفقود. ده على بعد ولا على عمق؟ على بعد. العمق طبعا استاذ خيري لا يتعدى الامتار، ولكن البعد المسافه اكثر من 7 كيلومترات. نعم. يعني الغواصين مشوا على بعد يعني مسافه 7 كيلومترات تحت المياه. لان يعني في انباء بتقول 25 كيلو، فانا بتاكد من ده التمشيط. هذا التمشيط. التمشيط. التمشيط بالزوارق والقوارب السريعه على مسافه اكثر. لكن الغواصين غاصوا على بعد 7 كيلو. ترجلوا تحت المياه اكثر من 7 كيلو متر استاذ خيري، مسافه من موقع الحادث اتجاها مع تيار المياه الذي متجه الى المنصوره من اجا الى المنصوره. والتمشيط ايضا في اتجاه التيار المياه الذي يدفع الجثث في هذا الاتجاه، وهو اتجاه المنصوره على بعد 25 كيلو متر ذهابا وايابا استاذ خالد. ايضا شاهدنا ماساه من الاهالي الذين ينتظرون ذويهم المفقودين. هم 5 منهم معي اسمائهم استاذ خيري. شيماء 19 عام، ابراهيم فضل 19 عام، علي جاد وحماده ابراهيم، علي جاد 7 اعوام، فيما وايضا يوجد اسره عز الدين عمرو الجهري من قريه قليله التي كان بها 7 من الضحايا متوفين امبارح. متوفين، فهو ثامنهم استاذ خيري، كلهم طلاب في جامعه المنصوره استاذ خيري للاسف الشديد. طيب المصابين حالتهم ايه دلوقتي؟ المصابين هم 5 استاذ خيري، خرجوا الى منازلهم، الحالات كدمات بسيطه وجروح بسيطه. السيد المحافظ كان بيقول ان في حاله يعني عندها كسور في الضلوع نعم 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 استاذ خيري، هي محجوزه بالمستشفى المنصوره الدولي التي ظهرنا امامها امس، يوجد كسور مضاعفه لهذه الحاله. نعم. ايضا استاذ خيري اكد الطب الشرعي ان السائق بالفعل كان يتعاطى المخدرات، وايضا المصابين ادلوا باقوالهم وقالوا انه كان يتحدث في الموبايل وكان هناك سياره مخالفه باغتته ففوجئ بها فانحرف يمينا بعقله القياده ولم يسيطر عليها لانه كان مسرعا فنزل بالاتوبيس الى الترعه وبعدها يعني مسرع ومتعاطي المخدرات
وفي عربية في اتجاه مخالف، كل الجرائم ارتكبت يعني. ويتحدث في الموبايل. ويتحدث في الموبايل. أربع جرائم في طرف آخر فيها يجب أن يحاسب اللي جاي في الطريق الآخر هو كمان. وأيضا أستاذ خيري غير ذلك أن الأتوبيس محمل بالعدد الأكثر من عدد الكراسي المتواجدة كما قلنا. اليوم بسبب الأهالي الذين يبحثون عن ذويهم تأكدنا أنه يوجد خمسة مفقودين كما قلت لك أستاذ خيري. نعم. منهم حالة اللي هو والد شيماء. والد شيماء كان متواجد بالأمس، قد عثر على الطرحة التي كانت ترتديها ابنته والشنطة، ولكنه لم يجد ابنته حتى الآن. كان متواجد اليوم أيضا موقع الحادث وموقع البحث، وأيضا مجموعة كبيرة من الأهالي المفقودين الآخرين كانوا. هي المشكلة إن البحث في أيام الشتاء بتاخد وقت أكتر، يعني بتوصل لأربع أيام أو أكتر لحد ما الجثمان يطفو على السطح أو يقدروا يوصلوا له، والعمق بتاع الترعة عمق كبير، مش عمق صغير، مش ترعة صغيرة، دي ترعة كبيرة يعني. حد من المسؤولين زار شارك في الجنازات بتاع المتوفين؟ أو تقدم بالعزاء يعني راح؟ محافظ الدقهلية تقدم بالعزاء لذوي المتوفين بالأمس، وكان متواجد اليوم مدير أمن الدقهلية على موقع مع يقود فريق البحث عن المفقودين. ايضا استاذ خيري الغواصين، فريق الغواصين يبذل مجهود خرافي وخارق في البحث، لان المسافه كبيره جدا، وهذه الترعه من الترع العميقه في المياه والعريضه ايضا. يعني الترعه المصريه مشهوره بانها ترعه كبيره جدا وضخمه جدا، من الترع التي تمد المياه الاف الافدنه الزراعيه في محافظه الدقهليه. أنا بشكرك جدا مراسلنا وزميل مصطفى سطوحي من محافظة الدقهلية من المنصورة، بشكرك جدا، وسنتابع حتى نطمئن على راحة قلوب أمهات وآباء الضحايا المختفين حتى الآن. بشكرك جدا. طيب.